فكوني لف خبيركم. مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جايب لي مقبول بالعافيه وحضرتك صاعد في ماده، وابوك اللي كنت مستعرين منه طالع بامتياز، طالع الاول على الدفعه كلها. فعلا يا بابا انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. وش معنى انا؟ ما انا مرخوم في 60 حاجه، خايبين وساقطين، قولوا لي اجيب لكم درس خصوصي اشرح لكم انا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه. وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه بتدي 10% اعمال سنه، وانا ما اسيبش فتفوته تعدي منه ولا درجه واحده قد كده. طب تعالوا اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت. ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لايمان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مرجان أحمد مرجان الملقب بمرجان أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم. ماشي وشرب الخارجية الحلوة وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. إيه ده؟ إيه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار أبيض؟ إتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعه يا ابني روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3-0 لصالح العهد. ماشي امير من ناحيه اليمين احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله. جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. برأسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل، ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة قوي المحمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون. مفيش رايح مفيش صفارة. ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين. ايه ده؟ بوكس شمال. يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع. ماشي من ناحيه شمال هيثم دبور. 3-3. هيلعب عرضيه. هي دي. هوبا الله الله يا مورجان. بكعبك يا مورجان يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعه يا مورجان روعه. مورجان احمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان ربنا وفقنا وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه. واحنا عملنا اللي علينا واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر
واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها، وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. فورغان فورغان يا جماعه، دي اول مره جامعه بتاعتنا تاخد بطوله، دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ، انما حاسس اني عامل دماغ رباني. بدي مريان اللي منتمة مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي منتمة مع وائل. البنت دي ما بتهملش ابدا. الله، مش دي نورهان اللي منتمة مع عدي؟ ما هي ما فضت له ودلوقتي منتمة مع محمود رئيس اسرة نور الحق. هي من فوق منتمة مع محمود، من تحت بقى منتمة مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس لما أجاز لك أن تؤثري هذا الوقت الذميم. على ذاك السيد العظيم هايل. كويس أوي يا نادر، كله ماشي مظبوط. المهم من أول دخولك لحد ما تركع تحت رجليها ده الجزء المهم أوي. ليه؟ أوي أوي. اتفضل يا أستاذ مرجان. أهلا أستاذ مرجان. أستاذ محمد أبو داود المخرج الكبير. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل حضرتك. من عينيا يا دكتور. يلا بالتوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. انت هتقول الجمله دي. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الأول تستحضر مكنون الشخصية. هو الشخصية مكنون؟ لا، مكنون الشخصية يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي أي شخصية بيبقى لها أبعاد. أيوه. علشان أعمل الأبعاد دي عشان أوصل للباعث فالإحساس يطلع مظبوط، فده مكنون الشخصية. كل ده في الجملة دي؟ بس أنت تقولها كويس. طيب. جاهز؟ جاهز. طيب، اتفضل حضرتك على المسرح، هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحة اللي هناك دي، الكالوس ده. أيوه. هتقف لحد مدير خشب مسرح هيقول لك اتفضل، هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. دي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. ازيك يا سيد العظيم؟ طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد فقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحش في المح. لقد وقعنا في الفخ. فقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا بس. ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. ايوه حسن، لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك، قول له انت. هو بقول لك جائزة أحسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان أحمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! 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 إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني، إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر. Thank you.
استاذ محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ تفضل استراح هنا، اصل ما بحبش قعده المكتب. تفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود، اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. انا نسيت، ده احنا في رمضان صحيح. رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي ايمانك، انا بحب الشباب المؤمن. انا عايز اشتكي لك، مصاريف الجامعه بقت كتير قوي. والله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعه دي. انت عامل ايه في حكايه المصاريف؟